حالا لازم انقذهم. اهلا بحضرتك يا فندم. ويلكم. هاي ايفري ون. بس يا عم الدنيا لذيذه اهي. الدنيا لذيذه اهي كله بيقعد. عم لذيذه ايه بس انا اللي بحبها يا عم. يا فندم اهلا بحضرتك. برضه وقعت مني. صدعتني. ما تركزش خالص يا فندم. ما تركزش خالص. اللي بيحصل ده مش متعود عليه من سلسله والله يا باشمهندس انا الصابه. ممكن ثواني بس. ثواني. انا عايز بس افهمك على حاجه عشان دي نصابه. ايه ده؟ يا باشا انت جاي تفهمه. يا باشا يا باشا ابص ايديك. انا الشركه انا يا باشا هنزل. انا مش بعد اذنك بعد اذنك. يا عم مقلب ايه بقى يا جدعان ده؟ اوعى يا عم الحاج اوعى يا عم ربنا مقلب يا عم مقلب ايه بقى يا عم؟ ده مقلب والله بالمقلب ممكن ناخد منك ال 95 جنيه مش هتعرف انت برضه خلاص مش هتدفع العظيم مقلب والله استهدى بالله كده واستنى يا عم مش كده ايوه الضحكه الضحكه الخبيثه دي عارفها يا عم الراجل ده زي العسل خده حضن بالله عليك يا اخي بعد يا عم انت بتسيبني اعمل فيك كل ده كل سنه وانت طيب احنا بنعمل برنامج الصبح عمال تضرب فيا وتقول يلا ما انت عصبتيني وانا بص يعني انا غريبة في الميكروباص من اول ما ركبت عربيات عم محمد محمد برضه عم انا مش مقتنع بقى من اول ما ركبت بعم محمد اسمع بقى في ميكروباص تدفع 105 يا باشا ما انتوا وهمتوني يا واحد راكب من ورا عايز افهمك الحدوته وانت عايز افهمك الحدوته اولا بناخد اذنك ان احنا نذيع نذيع يا باشا اتفضل ماشي احنا بنعمل برنامج في رمضان اسمه المنظراتيه يا باشا اتشرفت بيكم حبيب قلبي بنعمل برنامج طريق زي الفل مني بقى من اللي انا عملته لا لا حقوق عليا انا كنت شايف كل حاجه عامه انا عايزك بقى تفتح كده وتبص هتلاقي كل المكان ده بديل تمام حلوه الدباديب دي بس انت برضه مش عاجبني يعني مش عارف ليه لا والله مش خلاص وانا برضه مش عاجبك ودنك زي العسل حبيبي والله الدبابيب كلها كاميرات هتبص كده بص 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 هناك أيوة كده أيوة. أيوة. ايوه هتقول لهم استنوا حلقه بكره من برنامج المهزراتيه استنونا بكره من برنامج المهزراتيه العب كل سنه وانت طيب وانت طيب هندسه اسمها دبابيب بقى ولا دبابيب اي حاجه بقى طلعت كده بقى كفايه اختفوه دي ساعه حضرتك واحنا مش هنحاسب على اي حاجه وانا اشرب بقى انا برده مش هدفع اشرب بقى المانجا عادي اشرب خلاص يا باشا اتفضل بقى خلاص حساب حضرتك 3000 جنيه مش هندفع برده